مضينا العقد وجبنا خبراء مخرجين معارك من هوليود، معارك بريه، عملنا خلاص، كنا جاهزين لكل حاجه. والفيلم وقف. لحد دلوقتي؟ اه طبعا، بس اسامه نعكاشه عامل السيناريو موجود. موجود. اسمه ابواج الفب، ارجو انها تطلع. لما حصل كده بقى انا جالي احباط. ولكن انا ما بيأس. فعملت دوكيومنتري فيلم 13 حلقه. عن وحظي الحلو ان جميع قاده اكتوبر كانوا عايشين. الحلقه الاولانيه عملناها على 67 هي الاساس، وست حلقات على الاستعداد للحرب وسته للحرب. حصلت مشكله وانا بسجل الافلام دي، كان سعد الشاذلي لازم مسجل معاه، فرحت لست مشير قلت له هسجل مع سعد الشاذلي، قال لا، كان اياميها في خلاف مع مين؟ الرئيس مبارك. سمير ما تعملش مشاكل. قلت له فانا مش هينفع، ده سعد الشاذلي ده مهندس عمليه العبور. نعم. هو اللي عمل العبور. نعم. ما ينفعش. رئيس الاركان. رئيس الاركان. لا ده هو اللي عمل التوجيه 41 ال 12 موجه عملها سعد الشاذلي. نعم. يا فندم، قال مش عايز مشاكل. قلت له خلاص، انا وفعلا انا مش هعمل، ده تاريخ يا جماعه. نعم. هيجي يقول لي بعد كده سمير فرج ده. نعم. كان انسان غلط. نعم. والراجل اللي عمل العبور ما تسجلش. نعم. معاه تاريخ، فلازم تاريخ هعمله زي ما. تاني يوم، تاني يوم سياده المشير طنطاوي الله يرحمه قال لي بص تعالى بقى تطلع تسجل مع الشاذلي انت ومعاك كاميرا مان بس. ورحنا سجلنا تسجيل الوحيد اللي معمول لسعد الشاذلي. رحنا له كان فين؟ كان في اسكندريه بيصيف، فشقه بتاعته شقه مصيف. اللوكيشن الاولاني الانتريه بتاع مصيف، وبعدين عايز اغير لوكيشن تاني، فطلعنا في البلكونه ورانا المنتزه. والحمد لله ده التسجيل الوحيد وموجود في الشؤون المعنوية. ساعة مع الفريق الشاذلي؟ لا ده مش كتير يعني، مش انا كتير. يعني 10 ده ربع ساعة. ربع ساعة بس، لان احنا كل الناس سجلت مع كل الناس، فؤاد عزيز غالي، كل مصر وكل القادة سجلوا في هذا الفيلم، وموجود دوكيومنتري فيلم لاكتوبر. ولكن للاسف نفسنا ان فيلم روائي طويل عشان الشعب يعرف العظمة اللي عملها اولاده في الحاجات دي. ممكن يتم الافراج عنها او تتشاف؟ اعتقد اعتقد لو سياده الرئيس سمح تتراجع تاني، لان برضو كل الكلام يا احمد لازم تبص. طبعا العدو بتاعك موجود. نعم. والارض موجوده. نعم. فلازم تتراجع، لكن الكلام ده موجود. 13 دوكيومنتري في حلقه موجوده ب 13 مخرج وموجودين في الشؤون المعنويه. نروح للبطل اللواء باقي زكي. ده بطل عظيم، لولاه ما كناش عبرنا خط بارليف. كان ضيفي من الاخر. كان ضيفي هنا من 6 سنين.